بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قراءة في كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل الشيباني، رواية ابنه عبد الله غفر الله لهما، ولشيخنا ولوالدي شيخنا وللسامعين ووالديهم ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله وعنه عن طلق قال: أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا قرأ رأيت أنه يخشى الله عز وجل. قال: هذا منهج جميل، وهذا يقطع كل باب للتنطع يا كرام. ينبغي أن كل الأئمة يسمعون لمثل هذا، وهذا هو قول العلماء، ومهي قال شاب بن باز: من الخاشع؟ قال: الذي إذا سمعته ذكرت الله ورأيت أنه يخشع. ليس من يتنطع في تلاوة القرآن من مقام إلى مقام إلى غير ذلك، سبحان الله، فتجد أنك أنت لست مستريحا للصلاة وراءه. إيه نعم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. قال: أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا قرأ رأيت أنه يخشى الله عز وجل. قال عبد الكريم: وكان طلق كذلك. قال عبد الكريم: قال طلق: إني لأشتهي أن أقوم حتى يشتكي صلبي. وكان طلق يفتح البقرة يفتح البقرة فلا يركع حتى يبلغ العنكبوت. فلا يركع حتى، سبحان، أرأيتم حب القيام ده؟ ولذلك هناك من هم مفوقون، الله يجعلنا لكم من أهل التوفيق، يعني حبب له القيام، سبحان الله. 21 جزء، 21 جزء في ركعة واحدة، الله أكبر، الله يجعلنا وإياكم من أهل القيام. نعم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. وعن عبد الصمد بن معقل بن منبه قال: شهدت عمي وهو وهب ابن منبه، وسأله رجل فقال: يا أبا عبد الله، أشتري ولد زنية فأعتقه؟ قال: نعم. ثم أنشأ وهب يحدث قال: كان نفر من العباد، وكان فيهم غلام يكرمونه ويطعمونه ويجلونه، فحضر قربانهم فقربوا قربانهم وقرب قربانه فقبل قربانهم ورد قربانه. قال: فدأب في العبادة. فقبل قربانهم ورد قربانه. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. ورد قربانه. قال: فدأب في العبادة. وقال أمره من وقال وق 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 وقل وقلب أمره من أين أوتي، فلم يرى خللا. وقلب أمره من أين أوتي فلم يرى خللا. قال: فأتى أمه فقال: يا أمه، إنه نزل بي أمر عظيم، كنت مع إخواني لي يطعموني ويكرموني ويجلوني، فحضر قربانهم وحضر قرباني فقربوا وقربت فقبل قربانهم ورد قرباني، وإني نظرت في أمري فلم أرى خللا يا أمي، أنا لأبي الذي أدعى له أم لا؟ قالت: وما تريد إلى هذا يا بني؟ قال: إنك أمي على كل حال، فحدثيني. قالت: خرجت ليلة ليحتطب فغلبني رجل عن نفسي، فأنت ابن ذلك الرجل. قال: يغفر الله لك يا أماه. وخر ساجدا فجعل يبكي ويقول: يا رب، يأكلان أبواي الحمص وأضرس أنا، أنت أكرم من ذلك يا رب. يصيب الشهوة غيري وأوخذ بإثمهما، أنت أكرم من ذلك يا رب يا رب. قال: وجعل يبكي ويعدد. قال: فقبل قربانه. وهذه من الإسرائيليات، نعم، فيها فضل التوبة لله عز وجل، ولا تزر وزرة وزر أخرى. نعم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. وعن عبد الله قال: أخبرت عن سي عن سي عن سي عن سيار عن سيار قال: حدثنا أبو عاصم العباداني قال: رجل لداود الطائي
لو أمرت بما في سقف البيت من العنكبوت فنظف. فقال له: أما علمت أنهم كانوا يكرهون فضول النظر؟ ثم قال داود الطائي: نبئت أن مجاهدا كان في داره عليه 30 سنة لم يشعر بها. وعن عبد الله بن شميط قال: سمعت نبئت أبي نبئت أن مجاهدا نعم أحسن الله إليكم شيخنا نبئت أن مجاهدا كان في داره عليه 30 سنة لم يشعر بها. الله أكبر، اللي هي إيش؟ عنكبوت شيخنا. الله أكبر. نعم، وهذا فيه الأدب في دخول بيوت الناس، ألا يقلب نظره يمنة ويسرة. نعم نعم أحسن الله إليكم شيخنا. هو وعن عبد الله بن شميط قال: سمعت أبي إذا وصف أهل الدنيا يقول: دائم البطن، دائم البطن، دائم البطن، البطنة قليل الفطنة، إنما همته دائم البطنة قليل الفطنة، يعني يأكل كثير يكون غبيا. دائم البطنة قليل الفطنة. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. دائم البطنة قليل الفطنة، إنما همته بطنه وفرجه وجلده. يقول: متى أصبح فآكل وأشرب وألهو وألعب، متى أمسي فأنام، جيفة بالليل بطال بالنهار. الله يعافينا من هذا، الله يعافينا، كثير منا يقع في هذا. هو على وجبة الغداء يقول ماذا سنتعشى، على وجبة الفطور يقول ماذا سنتغدى. الله يعافينا وإياكم منها، سبحان الله. نعم، نسأل الله العافية. نعم، نعم أحسن الله إليكم شيخنا. وعن إبراهيم بن عيسى اليشكري قال: سمعت بكر ابن عبد الله المزني يقول: إني لأخرج من بيتي فما ألقى أحدا إلا رأيت له علي الفضل، لأني من نفسي على يقين، أما من الناس في شك. تربية وعن الإنسان لنفسه، الله دائما أنه يتهم نفسه دوما ولا يزكيها، هكذا أهل الفضل دائما يتهمون أنفسهم بالتقصير. نعم، نعم أحسن الله إليكم شيخنا. وعن أنس بن مالك عن أبي طلحة قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، فرفعنا عن بطوننا حجرا حجرا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه حجرين. وهذا يدل أن القائد والقدوة هو أكثر الناس معاناة من رعيته عليه الصلاة والسلام، فكان قدوة في كل شيء بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، والدنيا لا تساوي عنده شيء، ولو أراد أن يكون ذهبا وفضة أحدا لا أراد عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم شيخنا. وعن شميط أن الله عز وجل أوحى إلى داود عليه السلام: أنك إذا استنقذت هالكا من هلكته سميتك جهبذا. سميتك جهبذا، نعم الله إليكم شيخنا، سميتك جهبذا. ولذلك هي هكذا وضع، هكذا بخفض الجيم، والجهب والجهبذ هكذا، سميتك جهبذا هو يجمع على، طبعا هي جهبذ ويجمع على جهابذ، وهو يعني الإنسان الخبير المتضلع بالأمور، هذا معناه، هذا هو معناه، هو الإمام الخبير العلامة النحرير، هذه كلها معنى كلمة جهبذ، جهبذ بخفض الجيم وخفض الباء الموحدة التحتانية، ويجمع على جهابذة، يجمع على جهابذة هو الذي يعرف الأمور والنقادة العلامة، كل هذه تأتي بنفس هذه
المعاني. نعم، وهذا فيه فضيلة أن الإنسان يكون بابا لتوبة الناس، أن يكون بابا لتوبة الناس. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. وعن عكريمة قال: سألت أسماء بنت أبي بكر هل كان أحد من السلف يغشى عليه من الخوف؟ قالت: لا، لكن كانوا يبكون. سبحان الله. نعم. نعم. وعن محمد بن زياد الألهاني قال: كنت آخذا بيد أبي أمامة فلا يمر بأحد إلا سلم عليه، ثم قال: إن السلام أمان لأهل ذمتنا، تحية لأهل ديننا. ولذلك أين نحن الآن من مثل هذا يا كرام؟ ومن علامات الساعة أن الإنسان يسلم فقط على من عرف، وأصبحت لدينا أزمة عظيمة في السلام، لكن لا يزال الإنسان يسلم، وإن رد من رد، وإن لم يرد ردت الملائكة. اكتفي بهذا القدر في هذا السفر المبارك، صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.